وبركاته. أعرب عن خالص شكري وتقديري للأمم المتحدة ومنظمي هذه القمة على جهودهم في جمع قادة العالم لمناقشة مستقبلنا المشترك. يسعى العراق بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لأهداف خطة التنمية الوطنية 2024-2028 من خلال تبني إصلاحات استراتيجية شاملة. نعمل في العراق على تعزيز الإصلاح الاقتصادي لضمان التحول نحو أنماط جديدة من الاستهلاك والإنتاج وتحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة عبر استراتيجية لنظم اجتماعية ترتقي بهذه الفئات من حيث العدالة الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، كما نسعى لتعزيز بناء القدرات للموارد البشرية من خلال تطوير التعليم والصحة وتعزيز الابتكار والاهتمام بالشباب والمرأة. إن تحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة يعد أولوية لنا، وذلك عبر النمو الاقتصادي المستدام وتكافؤ الفرص وحماية البيئة. يدرك العراق حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، لذا نحن ملتزمون بإرساء مفاهيم العدالة المناخية خاصة في مكافحة الجفاف والتصحر وضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي، ونحن نؤمن أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاقية باريس. نعمل على دعم الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مع تركيزنا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، كما نؤكد على ضرورة منح العراق الأولوية في التمويل المناخي كونه يعد من أكثر الدول تضرراً. ندرك أن التنمية المستدامة تتطلب استثمارات طموحة، لذا نحرص على توفير الحوافز للقطاع الخاص والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يقلل اعتماد على الوقود الأحفوري ويساهم في مستقبل أكثر استدامة. الحضور الكريم، يسعى العراق إلى تعزيز علاقاته الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع الالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول الأخرى، إذ أن احترام القانون الدولي وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يشكل جوهر سياستنا. ندعم جميع الجهود للنهوض بحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، كما نركز على بناء مؤسسات فعالة وشفافة وتحديث البيانات عبر التعاون مع المنظمات الدولية. أن تحقيق السلم يتطلب جهداً دولياً مشتركاً، ونرى أن الدبلوماسية والحوار هما المفتاح لتحقيق الاستقرار، وندعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن البري والبحري والسبراني والفضاء الخارجي بما يضمن الأمن الشامل. السيدات السادة، نؤمن بأن العلوم والتكنولوجيا أساس التنمية المستدامة، لذا نعمل على الاتفاق على الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرارات، كما نسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات مع دعم المخترعين العراقيين في كل محفل. ونؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان وصول جميع الدول إلى الأدوات والقدرات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي. الشباب هم القوة المحركة للمستقبل، ونسعى إلى توفير البيئة الداعمة لهم من خلال عقد ورش عمل لتعزيز دورهم في التنمية، وندعم الأنشطة التي تبرز مساهمتهم في البناء الاجتماعي، ونحرص على توفير فرص تعليمية متقدمة وبرامج تدريبية، ونتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير مؤشرات قياس تنمية الشباب، ونركز على الاستثمار في التكنولوجيا لسد الفجوة الرقمية بينهم. الحضور الكريم، ندعو إلى إصلاح المؤسسات الدولية لتعزيز تمثيلها وقدرتها على التصدي للتحديات العالمية، ونلتزم بحوكمة القطاع العام ومكافحة الفساد. وفي الختام، أود أن أشير إلى التزامنا بدعم نظام تعددية الأطراف في معالجة التحديات العالمية، مع التركيز على التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية، كما نشير إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية، ونثمن الجهود المبذولة في صياغة وثيقة القمة. العراق ملتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مشتركة، ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. ومن المتفق عليه أن التطور والتنمية المستدامة وفي جميع المجالات لا يتحقق ونحن تحت تهديد الحرب في المنطقة والتي تهدد السلم العالمي، لذا من الواجب العمل على إيقاف العدوان والحرب وتثبيت الأمن والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.